جيت جيت. مين؟ أنا ابن عمك فايزة، افتحي. ابن عمي؟ أهلا وسهلا. خير شوفي؟ لك ما في شيء ما في شيء، بس اشتقت لك وجيت لحتى أشوفك. شو ما اشتقتي لي؟ طبعا اشتقت لك وناطف قلبي على ما اشوفك، تقبر قلبي. بس ابي واخي مانن هون. اعرف انه مانن هون، عند بيت عمي ابو حاتم، مشان هيك اجيت وجبت معي شويه نموره، قلت اخطي بكون هيك ناشف قلبك على شويه حلو. مسكي يا حبيبتي مسكي. يسلموا ايديك والله يرزقك ويخلي لي اياك. الله يسلمك. ابن عمي يلا روح. لوين روح؟ عم نقول لك نموره، تعي لقلك تعي.